تواصلنا يستمر، تحدياتنا تتواصل. هنا متابع كرام شوطنا الثامن يتقدم في هذه اللحظات من خلال هذا المسار حاملا في طياته هذه الأسماء من الجعدان الفطامين ضمن إشارة الصندوق. هنا متابعين الكرام لنتقدم، هناك مع الصدارة الأولى وأشعار أيضا. هناك متابعين الكرام من خلال هذا التحدي والمنافسة محمد البادي الحرسوسي يتواصل هنا على الصدارة، بينما المركز الثاني هنا التواصل من شاهين لمحمد بن سالم بن متعب العفاري، بينما هناك الوصول والقدوم في هذه اللحظات والتواصل مشاهد الأعزاء من الشارد سالم بن عبد الله بن إطبع العامري، بينما هناك التواصل أيضا والقدوم في هذه اللحظات من المتحد وسليم بن رملي بن محمد العامري، ولكن أرى قدوم أرى وصول في هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا شعار محمد بن رملي بن محمد بن مطر العامري يتواصل في هذه اللحظات مقدما شاهين مقدما شاهين، وأرى وصول آخر هنا مع المتحد هنا قادم في هذه اللحظات سليم بن رملي العامري هنا من خلال هذا المسار وخلال هذا التحدي وخلال هذه المنافسة، ولكن هنا شاهين محمد بن رملي بن محمد بن مطر العامري يتواصل يقدم لنا شاهين على الصدارة على المركز الأول، المتحد غادم سليم بن رملي العامري، هنا صراع على شقاء على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا متابعي الكرام ياتي شعار بن رملي على الصدارة على المركز الأول، هنا متابعين الأعزاء من خلال هذا المسار أرى شعار بن ضبون قادم، شعار بن ضبون قادم، ولكن هناك شاهين، هنا شاهين يحسم الأمور، هنا تهانينا والناموس لمحمد بن رملي بن محمد بن مطر العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، تهانينا والناموس وسعدت مساء. المركز الثاني المتحد سليم بن رملي بن محمد العامري، المركز الثالث كان شعار بن ضبون، أتى على ثلاث أسماء. هناك مشهد معزة سليم بن ضبون العامري مقدما شاهين في هذا المسار. إذن تهانينا متابعينا الكرام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، محمد بن رملي بن محمد بن مطر العامري على هذا الفوز والانتصار. والتوقيت الزمني لحظة الوصول هناك دقيقتين 15 ثانية 82 جزء من الثاني، تهانينا والناموس.